3 يوليو في اقبال على المشاركه فيه؟ اه طبعا، يعني انت في اللجنه العليا شفت انت، يعني بنجتمع على طول اسبوعيا في هذا الموضوع، ويعني يمكن برضو انا كان عندي امل ان يبقى اكتر واكتر. جت الازمه الاوكرانيه الروسيه طبعا اثرت بجزء، ولكن احنا شغالين برضو ان شاء الله. بمناسبه الازمه الروسيه الاوكرانيه، الصحافه لاقيه الورق؟ لا يا الورق طبعا، ده سؤال مهم جدا في الفترة ديت. انت عارف طبعا معظم مصانع الورق في اوروبا، تمام، واوروبا بتاخد طاقتها من روسيا. فالفترة طبعا ومشكلة الطاقة، ففي مصانع كتير توقفت، واصبح السعر كمان، السعر كان ب 530 دولار، دلوقتي بقى بحوالي 1400 او 1500 دولار، ثلاث اضعاف. يعني دي طبعا ضربة للصحافة الورقية. الصحافة في أمريكا كمان بيشتكوا على فكرة في موضوع الورق. كله تمام، ولكن يمكن احنا الحمد لله احنا عندنا يعني ورقنا يمكن لغاية نهاية السنة إن شاء الله، يعني ما عندناش موجود الحمد لله مشكلة، وبنحاول بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نلاقي بديل. إن شاء الله ما يبقاش في أزمة إن شاء الله. كلمة السر في حياة المهندس عبد الصادق الشربجي؟ كلمة واحدة. العمل. العمل. وان انا يعني ضميري بيحاسبني قوي، يعني انا بحاسب نفسي كويس جدا جدا، ولكن انا شخص من اول ما ابتديت حياتي العمليه انا كنت يعني العمل بالنسبه لي حياه، والعمل مش بس عمل للعمل، باتقان بقدر الامكان. وكنت اروح وما زلت، وديت برضو ده يعني دي رسالة للشباب، صعبة جدا ان انت ما بتروح تحاسب نفسك، بتبقى احيانا قاسي جدا جدا على نفسك من الغير. فديت انا يعني من اول ما اشتغلت لغاية دلوقتي العمل ومحاسبة النفس. طبعا بنشكرك يا باشمهندس ونورتنا في كلمة السر. شكرا، مشكرين جدا. متفائل بمستقبل الصحافة القومية والورقية في مصر؟ جدا جدا. وانا كمان مع الباشمهندس متفائل بمستقبل الصحافه في مصر. ان شاء الله صحافه قويه وهتبقى اقوى في الفتره الجايه وتقدر تتجاوز كل مشكلتها.